صباح الخير. النهاردة هنعمل الأومليت الأسباني. الناس اللي بتحب البيض بتحب البطاطس وبيحبوا العجة والحاجات اللي من النوع ده هيعجبهم جدا الأومليت اللي هنعمله النهاردة. اللي عندها أطفال ما بياكلوش بيض هيعجبهم جدا الأومليت ده. وجبة خفيفة بسيطة اقتصادية مفيهاش مكونات كتير، طعمها حلو جدا، مناسبة للفطار والعشاء، كمان ممكن تتاكل في الغداء. طريقتها بسيطة جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه قطعت بصلايا جوليان. انا بقطع البصلايا من النص كده وبعد كده بقطعها جوليان بحيث ان الجوليان يبقى قصير مش طويل قوي. وكمان هنحتاج بطاطس. هنقطع البطاطس لشرايح مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، بطاطسيتين صغيرين لتلات بيضات. لو البيض صغير يبقى بطاطسيايه واحده بس. هنحتاج كمان زيت زيتون بكر. الاومليت الاسباني بيتعمل بزيت زيتون، يعني بيتقلي البصل دوت في زيت زيتون غزير. المفروض ان هو يتقلي في زيت كمان اخضر من كده شويه، ولكن انا يعني ما حطيتش زيت كتير قوي. هنحط البصل ونخليه بس يدبل بس شويه، وبعد كده هنحط عليه البطاطس. طبعا المفروض ان الزيت يكون اكتر من كده، ولكن انا اكتفيت بالكمية دي وسويت البطاطس كده فيه جوه، وهسيبها عشان خاطر تتقلي او تتحمر بقى هي والبصل. يعني ممكن ياخدوا كرملة خفيفة قوي، اهم حاجة ان البطاطس تستوي. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما تلاقوا البطاطس استوت يعني تضغطوا عليها تلاقوها بتتقطع كده معاكوا، خلاص يبقى هي كده تمام. هنصفي بقى كل الحاجات دي بالوصفة كده وننزل الزيت ونصفيهم كويس. وبعد كده وهم سخنين كده زي ما هم هنحطهم على البيض على طول. هي دي الطريقة وهو ده التكنيك. ونقلب البيض كده مع البطاطس والبصل، والردي البيض كده دخل في مرحلة السوى. هي المفروض ان هي تبقى كده. هتلاقوا ان البطاطس والبصل شربوا كده البيض، يعني حتى لو لقيتوهم ان هم سايبين قوي سيبوهم خمس دقايق هتلاقوهم شربوا البيض وما بقاش فيه اي سوائل كتير. هنزود عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود وبس كده. لو حابين تزودوا على الوصفة دي اي خضار تاني او اي بهارات تاني مفيش مشكلة، بس هي الوصفة الأصلية بتتعمل كده بس. هنرجع لنفس الطاسة، أنا ما غسلتهاش ولا نضفتها، بنفس الدهون اللي فيها مطرح القلي. حطيت فيها البطاطس والبيض والبصل بتوعي، هفردهم كده في الطاسة وهسيبهم بقى على نار عالية لمدة دقيقة، وبعد كده على نار هادية لمدة دقيقتين لثلاث دقايق لحد لما الأومليت يستوي. وهنقلبه في طبق كبير، أهم حاجة الطبق يكون أكبر من الطاسة، وبعد كده هنرجعه تاني في الطاسة علشان خاطر يستوي من الناحية التانية بنفس الطريقة. دقيقة على نار عالية ودقيقتين ثلاثة على نار هادية لحد لما ياخد لون من تحت. بس نظبط بس شكله كده عشان خاطر يبقى مظبوط معانا. ممكن تعملوه اعلى من كده لو حطيتوه كمية اكبر، او حطيتوه في طاسة اصغر هيطلع معاكم الاومليت السميك او اتخن من كده. وبس كده خلاص، هو كده بقى جاهز معانا. شايفين شكله جميل ازاي؟ انا زينته بالبقدونس وخلاص كده هو بقى جاهز معايا، ما بياخدش خمس دقايق. طبعا وجبة غذائية مكتملة فيها كل حاجة، فيها البروتين وفيها كل حاجة. اللي ما بيحبش ياكل بيض على فكرة هتعجبه جدا الوصفة دي. انا ما عملته عجب الولاد وكلوه فعلا، يعني هما بياكلوش اومليت بس عجبهم جدا الاومليت الاسباني ده. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الاومليت وتقولوا لي رايكم فيه، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.